حياكم الله مشاهدينا من جديد. مثل ما تعرفون مثل الطرحة والفستان مهم للزفاف، تاج العروس هو تقليد مهم وأساسي في كل زفاف. كيف تختارين تاج الزفاف؟ كل التفاصيل مع زميلتي رنيم في الرياض وضيوفها. إليك يا رنيم. شكرا لك يا هدى. هدى، يعني مثل ما احنا عارفين التصاميم التي تهتم بالعروس وتاجها أصبحت سوق واسع، يعني مجال فعلا كبير للاختيار، أشكال وأصناف مختلفة ربما تعكس بالدرجة الأولى الاهتمام الكبير الذي توريه العروس للتقاليد والتي تزيد من جمالها ورونقها وتميزها أكيد. لكن كثر الخيارات غالبا ما ممكن يرهق العروس، يحيرها فعلا، تكون أمام كثير من الخيارات وما تعرف إيش تختار. وبالتالي طبعا لتجنب الحيرة يفترض دائما نستشير الأشخاص اللي عندهم خبرة بهالموضوع، وضيفنا اليوم هو الأستاذ أحمد نصير من محلات ومجوهرات القاضي. أهلا بك أستاذ أحمد. بداية مثل ما ذكرنا يعني خيارات كثيرة تكون أمام العروس، لكن كيف تختار العروس التاج المناسب لها؟ أولا حسب اللبس طبعاً. حسب اللبس، حسب التسريحته، حسب الطولة. يكون تختار التاج. حتى الطول بيأثر. حتى الطول تأثر. يعني إذا كان قصيرة تاج صغيرة وهذا ما تناسب معه. بشكل عام التناسب مع المجوهرات الكامل حتى يختار التاج. التاج هو أهم شيء. طب وبالنسبة للموديلات يعني الجديد اللي عندكم حاليا بالتشكيلة الجديدة؟ هن نازلة مثلا بالموديلات كيم كارديشان والنازلة بالمريم فارس. نحن متابعة دائما مع المعارض التجارية. لكن يعني الموديلين متناقضين، يعني إذا نذكر مشاهدينا كيم كارديشان كان عبارة عن تاج كأنه سلسلة يعني رفيع جدا وكان في لولو نازل على الجبهة. مريم فارس عندنا واحد من تيجانها يعني كان بهذا الحجم، وتقريبا هو تيبيكال من تاج اللي استخدمته ميريام فارس في احد الكليبات، كان في لونه تركواز وكان بهذا الحجم. ايضا عندنا موديل ثاني، هذا برضه موديل ميريام فارس لكن لون ثاني، صح؟ لون ثاني. نعم هذا مثلا ايضا ميريام فارس لكن باللون الكلاسيك او اللي هو النيود او اللون الابيض، برضه هذا الكراون لميريام فارس. يعني مثل ما ذكرت قلت لي عن موديلين متناقضين، واحد اوفر سامبل بسيط جدا والثاني كبير. اخيرا تيجان يجي حسب رقبته. ويعني حب يلبس تقليده يجيب مع صورته، اقول لك بدي انا لبسته تفصلوا تيجان يعني بصل. تفصيل انا في تفاصيل كمان حسب الموديلات يجيبوا، ونحن نرسمه عليه اول شيء قبل ما تفصله. اعطيه رسم تشوفوا الموديل او فستان العروس. نعم. او على الاقل الشيء اللي في بالها اللي جابه، احنا نقدم الرسم قبل ما تصممه تيجان. طيب برضه من الاكثر شيوعا في التيجان الكلاسيكيه، يعني دائما مشاهداتنا الكرام اعتقد يعني لا تزال سندريلا وسنو وايت ومثلا زواج الاميره ديانا، هذه القصص الكلاسيكيه مرتبطه بمخيله كثير من البنات. عندنا هنا هذا الكراون هو ايضا تقريبا تيبيكال الكراون الاميره ديانا الله يرحمها، مثل ما ذكرت يعني هو قطعه كلاسيكيه، لكن دائما تبقى يعني تظل هذه القطع بنفس الشكل او تغيروا فيها نفس الشكل يضل احيانا. بيجيب ناس تعدلها عشان ما يكون نفس الموديلات، تعديلها بسيطه. هذا الكراون اللي نشوفه كراون مين؟ الموديلات نازله مو بالمعروفه بس طائفة عشان نازله. طيب اذا هذا الموديل مثلا الاحجار مثلا باللون الاحمر ممكن تغيروا حسب ممكن الطلب؟ ممكن حسب الطلب يغيرون. هذا تقريبا تيبيكال او الموديل الكلاسيكي. الموديلات الكلاسيكيه. طيب الاكثر طلبا عندكم الكلاسيكي او الكلاسيكي؟ الكلاسيكي الاكثر. نعم، طلبا. الكلاسيكي اكثر. طيب بالنسبه للموديلات التفصيل بتكون لزباين محددين او وممكن بعدها يكون يعني اشتهر الموديل وانتشر، او لا تكون قطع خاصه يعني؟ نحن من عندنا مقدمه الموديل التفاصيل الى زباين خاصه، ما بتوصله مره ثانيه. طيب من فتره استاذ احمد يعني غابت موضه التيجان، صارت البنات مثلا تكتفي بتسريحه بسيطه مع الطرحه وبس، الان في عوده للتاج؟ لا، رجعت التاج الاساس، لكن التاج هو الاساس. فتره بسيطه بس جينا بدون تاج، تسريحات بسيطه بس انا رجعت التاج. وفعلا قويه. برايك ان فعلا التاج يعطي حضور او تميز اكثر للعروس؟ اكيد. كيف؟ ضروري. شوف، التاج هو اللي يميز العروس، يعني لبس اساسي يبلش من التاج. حضور اي محاضرين بيجي يشوفوا اول شيء اللبس بلش من التاج، يعني طيب. تسريحه الصغير بالمحاضره الكبير ما تناسب فيها. يعني عاده او هذا اللي على الاقل انا اسمع ان عاده البنت تختار الفستان
بعدين نتكمل التفاصيل اللي هي التسريحه والتاج. بحسب كلامك اللي يصير احيانا هو العكس، ممكن لا تختار لا لا لا. التاج أكيد بالاول، اكيد يكون اخترت لبس اول بعدين تكمل معه. وعندكم الامكانيه اذا مثلا اختارت العروس فستان في الوان تكون صعبه نوعا ما، ممكن يعني لان معظم التيجان اللي هنا لونها الابيض او اللون الالماس اللون الرئيسي، ممكن الالوان الرئيسيه ممكن تفصلوا بحسب الطلب الوان مختلفه، ممكن مثلا ممكن. على بينك على روز يعني او على اصفر حسب الطلب الزبون، اكيد نحن بنفصله فيه. طبعا موديلات اكثر من رائعه، مشاهدينا اذا برضه نستعرض في قريب من اللي انا البسه تقريبا اللي هو التيجان الصغيره هذه. بعض العرايس ما تفضل ان التاج يكون ثقيل مثلا فتفضل هذه الموديلات، وايضا هي مستخدمه بشكل كبير في المناسبات خطوبه او ملكه احيانا برضه تستخدم. لكن طبعا هذا عندنا التاج مثلا، هذا تفصيل صحيح نعم احمد؟ تفصيل. هذا التاج عباره عن تفصيل موديل اورينتال او الموديل الشرقي او الهندي نوعا ما، اورينتال اورينتال. برضه هذه المجموعه من التيجان تكون تفصيل، لكن مشاهدينا حلو يكون في قطعه مميزه تحديدا للعروس، وجميل اذا كانت تزين راسها. اسمحوا لي في النهايه اختم بشكري للاستاذ احمد نصير من محلات مجوهرات القاضي، شكرا لك على الحضور. ومشاهدينا مثل ما ذكرنا يعني العروسه اصلا جميله، والاجمل اذا تزينت بقطعه وان تكون هذه القطعه تزين راسها وتكون خاصه فيها. وان شاء الله كل ايامكم تكون افراح وسعاده، وطبعا تابعونا بعد الفاصل. We'll be right back.